تاكل يا بابا. ماليش نفسي يا بنتي. والله ده حرام يطلعوك وانت لسه بصحتك. النظام كده. وانا بلغت السن القانونية. مش عارفين ان عندك اربع بنات؟ حد بيدور على هم التاني في الزمان ده. طيب وهنعمل ايه دلوقتي؟ ما تخافوش ما تخافوش، انا برضو حلقي شغل. ممكن يا بابا؟ ناوي ليه لا؟ اليسعى يا عبدو انا معاك. يلا يلا يا بنات كلهم يلا. يا باب في 37 سنة خدمة. أديك هتستريح من تعب كل يوم. الراحة يا بنتي موت بطيء للي اتعود زي إنه يشتغل. إيه 37 سنة خدمة وخبرة وصحة، لكن شهادة الميلاد بتقول إني عندي 60 سنة. والكبار لازم يوسعوا للصغيرين. سمعتوا؟ الكبار لازم يوسعوا للصغيرين. واحنا هنقدر نعمل ايه؟ نشتغل؟ نشتغل ده كان بابا موتنا، نبقى نداري على بعض. مش فاضل الا كده يا ست مان. يا عبثة، احنا لما نشتغل الناس هتشوفنا ونقدر نلاقي عريس كويس ونخف الحمل عن بابا. نشتغل في ايه واحنا لا اتعلمنا حرفه ولا صنعه؟ انا عندي شغله ممتازه. شغله ايه يا ميس؟ مانيكان. بتقولي مانيكان؟ اه يعني اعرض ازياء فساتين وتمشي تقصعي. طب الناس عيب حبيبتي عيب. طب مش فاضل حبيبتي عيب. ايه شوف كل يوم والتاني واحد مليونير بيتجوز واحدة مانيكان. ليه أنا أضيع فرصة زي دي من إيدي وأنا خلاص اتمرنت؟ اتمرنتي على إيه يا مال؟ فاكرين لما بابا ودانا السينما الشهر اللي فات؟ الشهر اللي قبليه من فضلك. زي بعضه. مش كان في عرض أزياء؟ وأنا عجبني قوي فستان العروسة. وأنا بقى رقمت المانيكانات علشان أعرف بيمشوا إزاي ويدفوا إزاي، ومن يومها وأنا بتمرن في السر لحد ما بقيت زي اللهلوبة. بصوا استنى. ولا حاجة، أصل كنت بتمشى علشان أهضم. طب امشي دغري. حاضر يا بابا.